يجب أن أشير هنا إلى البيان الصادر عن سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف اليوم. هناك جملة في البيان على درجة عالية من الأهمية، وأنا أنصح الحكومة السويدية أن تستشير خبراء في القانون وفي الفقه الإسلامي وتسألهم عن هذه الجملة لتعرف إلى أين هي ذاهبة. وكذلك حكومة الدنمارك إذا أصرت ولم تعالج الموقف. في جملة بالبيان سماحة الإمام الخامنئي يقول: وعلى الحكومة السويدية أن تعلم أيضا أنها بمساندة المجرم، يعني اللي اعتدى على المصحف، أنها بمساندة المجرم اتخذت اصطفافا حربيا تجاه العالم الإسلامي، وجذبت نحوها كراهية وعداوة الشعوب الإسلامية وكثير من حكوماتها، وجذبت نحوها كراهية وعداوة الشعوب الإسلامية وكثير من حكوماتها. هون تعبير اصطفافا حربيا، يعني بلا طول شرح، إذا الحكومة السويدية بتكمل هيك فهي ستصنف دولة محاربة للإسلام، دولة محاربة للمسلمين، دولة حرب على الإسلام وعلى المسلمين. بنصح الحكومة السويدية تستشير وتسأل شو يعني إذا صنفت دولة السويد دولة محاربة للإسلام. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مشروعا واضحا فاضحا وتبنته ودعت إليه، وستعمل له في الليل وفي النهار، وهو ما يرتبط بإشاعة الشذوذ الجنسي في العالم، الدعوة إلى علاقات غير طبيعية وشاذة ومنحرفة بين رجل ورجل وبين المرأة والمرأة. يعني لو كانت العقوبات الإسلامية تنفذ في المجتمعات البشرية لقطع دابر الكثير من المصائب. يعني لو كانت يد السارق تقطع، بتوقف السرقة، بينما يد السارق لا تقطع، وين بينحط؟ بالسجن. بالسجن بياكل وبيشرب وبيقعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، بيطلع عنده خبرة وتجربة ويتلقى تجارب الآخرين وأكثر حقدا على المجتمع وعلى الدولة و يعني بدل ما يكون السجن هو وسيلة ردع، هو وسيلة تنمية للمجرمين في أغلب الأحوال. طيب لو كان القاتل يقتل لما أقدم أحد على القتل. الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية أصلا من جملة مشاريعها التي عملت عليها منذ عشرات السنين بل 200 السنة المتأخرة إفساد البشرية، إفساد البشرية، الإفساد الأخلاقي، الإفساد الروحي. سفارات الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من بلد من العالم هي ترفع علم المثليين وتطلب من الآخرين أن يرفعوا علم المثليين. رؤساء ورؤساء حكومات في الغرب احتفلوا بمناسبات ترتبط بالمثليين. أمريكا تضغط على مجموعة من الدول العربية والإسلامية لتدخل موضوع المثليين إلى المناهج الدراسية تبع الأطفال بدول الخليج. هلا هذا مطروح. طيب هذا شو هذا؟ إفساد. طيب جيبوا لي دين من الديانات السماوية، جيبوا لي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. يهودية، مسيحية، إسلام، أبل. مين يقبل؟ أصلا هذا خلاف الطبيعة البشرية، خلاف الطبيعة البشرية، خلاف الفطرة الإنسانية. انحراف إنساني فطري طبيعي حقيقي. لكن من الذي يدير اليوم الدعوة إلى الشذوذ وإلى المثلية في العالم؟ الولايات المتحدة الأمريكية.